السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. تجر مع جديد واخبار شبيبة القبائل. يبدو ان شبيبة القبائل ستدخل العالمية مع شركة كابا. الموقع الرسمي والصفحة الرسمية هنا امامكم لشركة كابا يعلن تعاقده رسميا مع فريق شبيبة القبائل لتمويل الفريق بالالبسة الرياضية لموسم 2023-2024. نحكي على الموضوع هذا وكيف جاء. لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. هنا أمامكم شركة كابا وعلى موقعها الرسمي تبرز أن العقد الموقع مع شبيبة القبائل أكثر من مجرد عقد تجاري حاجة من هذه، بل هو فخر لشركة أن تتعامل مع الفريق الجزائري الأكثر تتويجا بالألقاب والمحلية والقارية، وتعلم أن أنصار أن القميص الرسمي للفريق سيكون متاح للبيع عبر الموقع الرسمي لشركة بالإضافة إلى محل شبيبة القبائل. هنا أحسنت شبيبة القبائل تعاقد مع أفضل الشركات العالمية وهي شركة كابا. لماذا؟ لأنه لما تعترف بك هذه الشركة على موقعها وراح تبيع القميص تاع شبيبة القبائل من الشركة الأم حاجة مليحة. نتمنى أنه تكون ربما في محلات شبيبة القبائل يكونوا على الأقل القميص الرسمي الذي يرتديه اللاعبون، يعني حاجة مليحة. وإن شاء الله كاين الكثير من الأشخاص الذين يشريوا الأقمصة الأوريجينال، يعني حاجة مليحة لشبيبة القبائل تدخل العالمية مع الشركة. ونتمنى المزيد من التألق، خاصة وأن الشبيبة لديها جمهور عريض جدا يحب يسيبورتي شبيبة القبائل وهو راضي عن فريقه. يحب يشوف واش أعلنت كابا في الموقع تاعها، تجدونه في أول كومنت إن شاء الله، وتجدونه في بعض الصفحات اللي حطت الكومنتير، خاصة الصفحة الرسمية لشبيبة القبائل. يلا ديرونا لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. شبيبة القبائل إن شاء الله راح تدخل العالمية من أوسع أبوابها. سلام خوتي.